لا شوف انا ارجع للتصريحات ديالي، احنا عارفين ديما تنقول سقف الطموحات ديال الجمهور، كنقول لهم من حقه مشروع رئيس الجامعه، من حقه يطلب كاس العالم. انا التصريحات ديالي عمري قلت راني غادي نمشي نفوز بكاس العالم، عارفين شنو تنتظر. بقينا بشويه بشويه، كنا ما تنكونوش في الساحه الافريقيه ولينا ابطال، كنا ما تنكونوش في الساحه العربيه خص الواحد يبحث في التاريخ ولينا ابطال، اليوم في الساحه العالميه احنا مؤهلين، احنا الوحيدين تنمثلوا اليوم افريقيا والعرب. بشويه بشويه احنا ولاو تيتخوفوا منا، باش نوصلوا لهذا المستوى خص يكون تكوين من الصغر. الامر بسيط، هاد اللاعبين اللي تتشوفوا في المنتخب الوطني اللي تيدوزوا وتتهضروا معهم تكونوا هما لاعبين سينيور. هذاك اللاعب اللي تتشوفه في البرتغال ولا في ايران ولا في هذا، هذاك اللاعب تكون من المدرسه يعني من 6 سنين، لذلك كيكونوا دوك الفوارق كبيره في القامات، عندهم دي بيفو عندهم دي غاردين. هذا العمل عاد بدينا فيه، ولكن دائما تيبقى لنا طموح مشروع، هذه منافسه نقدروا احسن ما يمكن نجيبوه راه مزيان لينا. اي نتيجه وصلنا لها، الاكراهات مشات بالاصابات هذا قدر الله وقدر الناس، تيشوف ان اللاعب تبليسه وصل كومبيتيسيون صح وسط الكومبيتيسيون خشونه ولا ضربه ولا شي حاجه، هو تيقول لك مباريات ما خص واحد يبحث ويعرف شنو كاين. فهاد الاصابات عاديه، هادو ابتلاءات من عند الله، احنا قابلينها، ربما ربي سخر لنا هادشي باش نزيدو نشتغلو، نزيدو ان شاء الله نركزو ونبحثو في امور اخرى علميه اللي تقدر تساعدنا. المشاركه ديال امزال لا ما غاديش، انا غالبا ما غاديش تكون، لانه انا في المسائل هذه ما تنكون يعني صحه سلامه اللاعب مهمه بزاف. فان شاء الله باذن الله باقي العناصر تؤدي الواجب على ما يرام. هذو هما النقاط المهمه اللي خص الجمهور يتعرف عليهم، بحال هذا الشيء خصو يعرفوا شكون هما ايران. ايران بعدا ديجا ربحونا في 2012 قصعونا، وفي 2016 قصعونا، عندهم اكثر من 12 مره كاس اسيا، ديما تيوصلوا للدومي فينال. نسخة 2016 هما اللي قصوا البرازيل، فريق قوي وقوي جدا، ووجدنا حنا استراتيجية ديالنا، وزدنا بزاف ديال لي سيستيم، بزاف ديال الطرق اللي ان شاء الله نقدروا نوقفوا لهم في هذه المباراة.